مبررات قصد في ذلك، أولا من ناحية التوظيفية قصد هي أداة الولايات المتحدة الأمريكية في الأرض، وبالتالي معظم تحركات قصد لا تتم إلا بموافقة وضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من ناحية. الناحية الثانية، ما شاهدناه خلال الفترة الماضية من تحرك عشائري ضد قصد قد يكون أيضا يعني توظيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقصد ضد العشائر من خلال إطلاق هؤلاء وتوظيفهم في صدام مع العشائر. النقطة الثالثة، قد يكون نقول ضمن كل التحليلات ونكون موضوعيين، أن قصد أقدمت على هذه الخطوة دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. في ظل استغلال الوضع الأمريكي الداخلي فيما يتعلق بالانتخابات وبخاصة بعد انسحاب بايدن والمعمكة الانتخابية الحاصلة في الولايات المتحدة الأمريكية وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية في ملفي غزة وأوكرانيا أكثر من ملف السوري، وبالتالي قد تكون قصد أطلقت هؤلاء للقول بأنني أنا العامل الوحيد القادر المؤثر في هذه المنطقة لمحاربة هؤلاء، وبالتالي لابد من السماح لي بإجراء الانتخابات المحلية التي أجلت من آذار إلى آب القادم. يعني قد تكون أيضا هي مجرد مناورة من قصد إما للحصول على دعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانسحاب.